يوم 18 أبريل 2019 سيتم تعيين 1541 قاضياً لرئاسة اللجان الانتخابية البلدية للقيام بإحصاء النتائج المحصل عليها في كل مكاتب التصويت على مستوى البلدية وتسجيلها في محاضر رسمية. سيتم أيضاً تعيين 288 قاضياً أصلياً ومستخلفاً في اللجان الانتخابية الولائية التي تجتمع بمقرات المجالس القضائية لمعاينة وتركيز وتجميع النتائج المسجلة والمرسلة من اللجان الانتخابية البلدية. وبخصوص تصويت جاليتنا في الخارج، سيتم تعيين 6 قضاة أصليين ومستخلفين في اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج، يساعدها موظفان، إذ تجتمع هذه اللجنة في مجلس قضاء الجزائر وتقوم بجمع النتائج النهائية المسجلة من قبل جميع لجان الدوائر الدبلوماسية والقنصلية